الو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت يا بدر تكسر التلفزيون شوي، تكسره لأنه مشوش علينا. تفضل. أيوة يا شيخ، السؤال الأول معلش أنا تركت بعض الصلوات يا شيخ، ربما يكون نوم أو كسل، يعني يوم كامل تركت الصلاة، والحين يعني ما أدري يا شيخ إيش يعني إيش اللي أسويه علشان أنا أبغى أرجع يعني الصلاة، بحيث اني انا كان فيني نوم او كسل او نوع من الكسل او التجاهل. واضح السؤال يا بندر، شكرا. اذا كنت تركتها متعمدا فعليك التوبه الى الله عز وجل والمحافظه على الصلاه ولا تعود لمثل هذا. اما اذا كنت تركتها ناسيا او نائما فعليك بالمبادره بقضائها مرتبه، لانها واجبه في ذمتك فلا بد من قضائها والمبادرة بذلك. نعم.